ما رجعت لكم فيديو جديد بيوم جديد. شوف الفيديو ده حبيت اشيلكم معاي في نياجرا فولز. كليرلي شوف الجمال، اوريكم له بعد شويه المنظر مره واحد حلو. شوف هنا كمان يا جماعه المنظر خيالي مره واحد حلو، المنظر قاعد يجنن. بس قبل ما نبدا الفيديو ده راكم تدوا الفيديو ده احلى لايك، تشتركوا في القناه وتعلقوا تحت الفيديوهات اللي انت تشوفوها، لانه انا جايبه لكم فيديوهات خياليه مره واحد. فده المنظر، شوف السفينه ديك حنعملها بعدين، احنا كمان حنخش هنا. بس دي السفينه الامريكيه، لانه دي الحدود الامريكيه اللي بهنا دي. شايفهم اوينهم من الناس، شايفين ديلاك كلهم، ديلاك الامريكيين بهناك، برضه في هناك ديك السفينة حقتهم هناك يركبوا، وعندهم اللون حقتهم زهري. والكنديين حقتنا نحن حمرائية، حتجي حاسة تبع شوية وحتكون هناك، حتخش بينا هنا لي. مستعدة يا شباب نسوي، والله العظيم حماس شديد. ده المنظر بهنا دي، بعدين تجي بهنا دي، ان شاء الله كمان حنركب في هنديك وحنشوف الجو بفوق. تجي بك دي في المناظر هنا دي مرة واحد حلوة، بعدين تجي بهنا دي في الأشياء دي، يعني الجو روعة 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 يا جماعة روعة. شايفهم كيف حنخش؟ حنخش كذا بس، حنخش في الموية، حنتبلى شوية بس ما في مشكلة، نحن أصلا جينا عشان نتبلى. او ماي جاد يا جماعه شوفوا تبلينا، يعني مبلولين قاعدين، بس المنظر قاعد مره واحد حلو. رموشي قاعدين كده لان نسيت بعمل رموشي، بس هنا ما حنتكلم في الموضوع ده لانه خلاص انا براي اوريدي زعلانه قاعده حاليا. في ناس كثيرين مره واحد. اوكي سو مروه بتعمتنا بتخالتنا قاعده تورينا الجو هنا دي، وقالت لنا الليله ذاته ما يعني ما في ذات ما في ناس عاده، قالت ما في مكان يعني تمشي فيها كذي، لانه الاماكن كلها ملانه بناس، يعني تكون ملانه ما يكون عندك مكان اصلا مجال عشان تفوت بينات الناس. بس الليله ما ابغى يشبه كذي، كنت افكر حيكون في ناس كثيرين بس. وبرضه كان مكتوب يعني الليله حتمطر الليله، بس ما مطرت، الشمس طالعه، الجو مره واحد حلو، السماء صافيه، المنظر مره واحد يجنن. هنا يا جماعه شوفوا السفينه الكنديه قاعد اخش في الموية، قاعد يصرخوا لو قاعد تقدر تسمعوهم، انا قرب فيهم شوية. يدوك الكيس الصغير الاحمر ده عشان ما تتبلي، بس فوق ده كله تتبلي. او ماي جاد شوف الرينبو، شوف الرينبو. المكان ده مزحوم اكتر لاني يعني قريبة للشلالات دي، بس انا كمان حقرب حضايق لي نفر وحاخش واشوفكم المنظر. ان المنظر مرة واحد حلو دقيقة، بس شوفوا الناس عالم ما فيها، اشوف المنظر من قريب. هناك بس بعدين ما حتشوف الشلالات وهي قاعده تنزل، بس هنا احلى ما حشوفوهم من قريب. اما هي قاعده تجي هنا دي، بعدين تجي من هناك، شوف الامريكيين. ما فيهم يشوف زينا، بس فيهم يشوف اللي ورا. بس فيهم يشوف اللي ورا مساكين، نحن نشوف بي قدام، نشوف بي هنا. يا جماعة ده ما قاعد يشبه زول حقيقي، قاعد يحاول ينقذ نفسه. مرة مضحك، وشوف العربية دي قاعدة تمثل كأن هي قاعدة تقع. Oh my god. شوف الأجواء بهنا دي، من قطر الموت. مرة حلوة، وشوف ده.
احنا كلنا لقينا الاجواء حلوه، العاب كثيره، كل اتجاهنا في دبي في لعبه جديده. شوف المناظر، ده كله العاب، اجواء خرافيه مره حلوه. مكان زومبيات، يعني مكانات تخوف كذي، وانتم تعرفوا قدر كيف انا بحب افلام الرعب والاشياء دي كلها، فمتحمسه مره واحد عشان برجع في ذا كله. حاسه الفيديو حيكون يعني جزئين، خلوني وماشي لازم اجري فيهم. اوه ماي جاد، شوفوهم لايك، انا قاعده اجري زي المجنونه. بس استنى المطعم. تقريبا واقفين 20-15 دقيقة دي، جابوا لنا العصير بس ما في اكل. حط لنا بس الصحانة دي، حناكل قيمة، حناكل شنو؟ قاعد حناكل الهواء. لا دايرين اكل ولا ده حيصدمنا. شربنا شاي كمان. شاي وعصير. شاي قلنا لي الشاي قاعد من هناك. واخيرا يا جماعة الاكل جاء، ده الطلب حقتنا، ده طلب ابوي، طلب سبوحة، طلب مروة. مرومة يا حسن، اقول بسم الله وننزل فيهم. يا جماعة انا ما بحب البصل وهم ملوها لي ببصل، فلازم اكيد طبعا نرميهم على ابوي. بل له خيراتك كثيرة. يا جماعة كنت قاعدة أحاول أصور الطفلة البور هنا تجيب تصرخ، بس أنا كمان قلت شنو؟ قلت هي ما في مشكلة، قلت شنو؟ يا بنت عليك لاصق أبوها سمعني. أو ماي جاد، أنا قاعدة أحاول أعمل لكم فيديو كيوت كده دي، أنا بجيب تصرخ فينا. أنا الزومبي كنت قاعدة أتكلم لكم عنه، شايفين المكان المخيفة دي؟ ان شاء الله هم بخش فيها، هالاشياء كلها تخوف، حاب اعملها. عندنا لكم بركه في دي، لان كنت طبعا لو ما ركبت فيها ما حاحس نفسي ان انا جيت هنا. شوفي ايش بقى قاعد عندي في نسا. اوكي يا جماعه، سو عملنا التيكت عشان نركب في شو اسمه السفينه تودينا للنياجرا فولز، دخلنا في المويه. حماس شديد، حس قاعد ننزل تحت، لما ننزل تحت ده كل الناس قاعدين ينزل تحت، حيدونا كيوس عشان البس شمال نتبلى، بس فوق ده كله حنتبلى هو، بس من برا حيدونا كيوس. كيس شلنا السانسير عشان ينزلنا لتحت، حس قاعدين تحت، الوضع قاعد هنا دي سو باردة، بس حنمشي حنديهم التيكت حقاتنا وحنركب. حماس شديد. معلش يا جماعة، قاعدين سبعين في الكاميرا وقاعدين في الشاشة، سو لو شفتوني حوساء أغلب الأوقات أنا ما حوساء. أوكي؟ لبسنا المشمعات حقتنا عشان ما نتبلى، بس متأكد انا حنتبلى. هو ده الطواقي، وهنا دي حنجيب فيها السفينة دي، رجعت حنركب فيها، واتجاه ده هو اتجاه الاتجاه الامريكي. يا اوكي يا جماعة، نحن داخلين حاليا. هناك حنمشي السفينة دي
حنمشي هو. أنت تتحركنا. شوف المنظر. تبلد شوية قاعدة مكياجي مسا وبرضه بس بعدين هو لف بينا باتجاه الثاني بس الاتجاه الثاني ما كان ممتع سو ما شوفته لكم للدرجة دي بس كم مرة حلو استمتعنا. اوكي يا جماعة شوفوا هنا دي من فوق احلى صح. دقيقة بقول لكم بورا ما شاء الله قررنا نركب في نخش هنا دي المكان دي قررنا نخش في المكان دي بس انك تخش في مكان مرعبات وتحاول تفتشي الطريق عشان تطلع برا حيكون مره واحد مخيف بس حنستمتع مره واحد. هنا دي نعمل انا زي ما الناس قاعد يدفعوا حندفعوا او ماي جاد بدنا نسوي نمره واحد نمره اثنين ولا نمره ثلاثه بدل ميديوم يعني ما مخيف داير واحد مخيف ولا داير مرة واحد مخيف مرة واحد مخيف صح عشان يعني حنختار المرة واحد مخيف قلقي بدف الإنسان للناس المجانين يعني اللي فيه معانا شيء زي نمرة اثنين الناس اللي عندهم شجاعة نمرة ثلاثة ده حنختار نمرة ثلاثة. أوكي قاعدين نخش أعوذ بالله اللعبة اللي كنا راكبين فيه حاليا
You got me balling on my league. But you know me, chef. Oh my god, guys, الحماس كيف الحماس وروني. واو واو.